السادة والسادة، أهلا وسهلا بكم وموجز أخبار الجمعة 28 من يناير 2022. الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يحضران حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الإقليمية لحلحلة أزمات المنطقة. وزير الخارجية: مصر تشهد حاليا مرحلة التنفيذ الفعلي لالتزامات تغير المناخ. مندوب مصر بالأمم المتحدة: حريصون على أن تعكس قمة المناخ المقبلة مواقف الدول الإفريقية والنامية. وزيرة البيئة تبحث مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون المناخ سبل التعاون بين الجانبين واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ كوب 27 التابع للأمم المتحدة المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ هذا العام. وزيرة البيئة: تعاون مصري أمريكي على أعلى مستوى في مشروعات التصدي لآثار تغير المناخ والاقتصاد الأخضر. مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن: مصر ساهمت في تقليص حرب غزة إلى 11 يوما بعد أن كانت عوامل استمرارها شهورا متوفرة. سفير مصر باليابان يبحث مع محافظ طوكيو أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وفد عسكري مصري يزور حوض بناء السفن في كينيا لبحث مشاريع التعاون العسكري المصري الكيني المستقبلية المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب. وزير الري: مصر ستصبح أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتدويرها 5 مرات. وزيرة الهجرة: عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري، وهاتفي الشخصي أسهل وسيلة للتواصل مع المصريين بالخارج. مجلس الوزراء: مصر تحصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة العالم. مجلس الوزراء: مصر أصبحت مركزا إقليميا ودوليا لتخزين ونقل البيانات لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة. إقبال كثيف من الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب، ووزيرة الثقافة تعلن تخصيص قاعة للأطفال، ما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان. والأزهر يطرح بالمعرض أول نسخة من القرآن الكريم بطريقة برايل تخدم المبصر والكفيف في حفظ وقراءة كتاب الله. والقوات المسلحة تشارك بجناح مميز في المعرض، والصحة تؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية منع الانتشار كورونا. النقل: قطار هدية من شركة تالجو الإسبانية للشعب المصري بعد التعاقد على 6 قطارات أخرى. الصحة تعلن تسجيل 1985 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة، والوصول إلى تطعيم 70% من الشعب المصري قبل منتصف العام الجاري. التموين: انتظام عمل المخابز البلدية على مستوى الجمهورية رغم موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد. التعليم تعلن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتصل إلى 40 في العام المقبل. الداخلية تعلن إنشاء 17 سجلا مدنيا ذكيا بالمولات لإنهاء أوراق المواطنين، وكذلك وحدات مرور متطورة لخدمة المواطنين. التضامن تعلن عن 775 سيدة تقدمن لمسابقة الأم المثالية هذا العام، و400 سيدة انطبقت عليهن الشروط. القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالفيوم. ورسميا: إعلان معايير مسابقة تعيين 30,000 معلم بعد 6 أسابيع. مجلس الدولة يعلن قبول طلبات تعيين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2021 ولأول مرة من الجنسين، وسحب ملفات التقديم في 2 فبراير المقبل. الأوقاف تفتتح 9 مساجد في 5 محافظات، وموضوع الخطبة حق الوطن والتضحية في سبيله. مطالب برلمانية بإلغاء وزارة قطاع الأعمال وتحويل الشركات القابضة والتابعة للوزارات ذات الاختصاص والمعنية بالنشاط. جامعة بني سويف تقرر إعادة امتحان مادة الجنسية لثالث حقوق بعد تسريبه. وفاة 6 مهاجرين وفقدان 30 آخرين بينهم مصريون بهجرة غير شرعية بدولة تونس. منتخب مصر يضمن 18 مليون جنيه من الكاف بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، ولاعب المنتخب يرفضون مكافأة الاتحاد المصري التي قررها لهم بعد النصر على كوت ديفوار قائلين: نحن نلعب من أجل مصر. وكيرش للاعبين: أمامنا تحدي جديد أمام المغرب ويجب أن نكون الأفضل. أكرم توفيق يتوجه إلى ألمانيا لإجراء الصليبي برفقة طبيب الأهلي. اليوم يلتقي الزمالك أمام سيراميكا في كأس الرابطة في 5 مساء
بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. ختاما بالأخبار الجوية، أمطار على السواحل الشمالية وشبورة وسانت كاترين تسجل 3 درجات تحت الصفر. الأخبار عدها حمادة غالي، وقرأها عليكم رضا الشويخي. في أمان الله.